كل التحية وكل المحبة لكم مشاهدي شاشة العالم سوريا، رح نكون معكم لمدة ساعة من الوقت ضمن برنامج دامسكو. يسعد اوقاتك عدي، يعني دائما نحن بنحاول انه تكون فقراتنا منوعة وتعطي نوع من الطاقة الإيجابية هيك وخفة الظل لنهاركم متابعينا، وخلونا نشوف هلا مع العناوين كيف حتكون محطاتنا لليوم. محطتنا الأولى بحلقة اليوم رح نحكي فيها عن موضوع مهم جدا لمعظم الناس، وهو كيفية إدارة الكوارث والطرق الصحيحة للتعامل معه. وحنتابع مع كاميرا العالم سوريا مدى معرفة الناس لأرقام الطوارئ الضرورية. أخيرا رح نخصص مساحة مهمة لمعرفة تفاصيل مرض الفطر الأسود وحقيقة وجود إصابات بسوريا. بعد السنوات الصعبة يلي عشناها كسوريين ظهرت كتير من المشاكل يلي أساساً ما كانت موجودة بمجتمعنا، وأكيد هاي المشاكل بحاجة لحلول. الحل بيكون عند أهل الاختصاص، ولهالسبب بنشوف عدي قدي ظهرت يعني أنواع جديدة واختصاصات جديدة فعلاً نحن اليوم بأمس الحاجة لها، وخاصة الأمور يلي متعلقة بالأزمات والكوارث نحن بحاجة لأشخاص يرفدونا بالعلم والمعرفة بهذا المجال. تماما صبا، واليوم رح نتعرف على تفاصيل اكثر عن هذا المجال مع الاستاذه فاطمه مهنا الخبيره باداره الكوارث. اهلا وسهلا فيكي باستوديو دامسكو. هلا فيك. اهلا وسهلا فيكي استاذه. يعني اليوم لما اي حدا بيسمع كوارث ففورا بيروح باله للكوارث الطبيعيه يلي نحن بنعرفها كلنا، لكن اليوم بدنا نعرف المتابعين باداره الكوارث هذا الاختصاص، والمقصود بالكوارث بشكل عام شو هو؟ هلا احنا دائما بنروح كوارث طبيعية، زلازل، فيضانات، أعاصير، ولكن هي مجالاتها كتير واسعة الكوارث. يعني أنا في عندي كوارث طبيعية، في عندي كوارث بشرية، في عندي أمراض ممكن هي كارثة. يعني هلأ إحنا اللي فيها كورونا، هلأ بلشنا نتعافى فعليا منها لأنه تواجد اللقاح، عم ناخد اللقاح، عم يكون في علاج له. ولكن اول ما اجى كورونا نحن شفنا انه احنا توقف كل العالم، لانه هو كان سريع الانتشار، كان عدد الوفيات عم يتزايد. انا شلون بسميها كارثه؟ بسميها كارثه لما انا بيكون عندي اضرار ماديه، اضرار بشريه، اضرار اقتصاديه، فانا ممكن تكون جفاف يؤدي لعندي لكارثه، تصحر يؤدي لعندي لكارثه، مرض منتشر يؤدي عندي كارثه مثل احنا واجهناه بالقريب الكثير اللي هو الكورونا. فانا اي شيء ممكن يساوي عندي اضرار بشريه ماديه، انا في باعداد، طبعا في اعداد وفي دراسات بتكون ممكن يساوي عندي كارثه. طيب بنروح لموضوع او اختصاص اداره الكوارث، يعني كمجال عملي او كمجال او كدراسه اكاديميه كمان، هيك الفروقات وطرح من حضرتك. تمام. هلا هو في عندنا دراسه جامعيه اداره كوارث، دبلوم بسوريا حاليا، ولكن هي موجوده ببلاد إيران، روسيا، أمريكا، هي موجودة أصلاً كانت كدراسة جامعية. حالياً من فترة خليني أقول 7 سنين وجاي هي صارت موجودة عنا، فصارت مرغوبة لأنه صارت تنسمع. قبل كنا نقول إدارة كوارث أو كوارث، العالم تصفى ما بعرف أنا شو هي إدارة الكوارث. حاليا صارت موجوده اكثر. قبل كانت عم تدرس او ما فيني اقول كدراسه، يعني فيني اقول كتدريبات، يعني ما كدراسه عمليه، كتدريبات منظمات انسانيه كانت تدربها، كان حتى للمجتمع المحلي، يعني حتى المنظمات للمجتمع المحلي كانت عم تدرب باختصاصات معينه اللي احنا بنقدر نساعد فيها. اللي هلا ممكن انا احكي لكم فيها شوي على قصه التاهب، يعني احنا كيف بنساعد لحتى نخفف هي الكارثه، بانه المجتمع المحلي هو يكون عنده تدريبات، يكون عنده وعي كافي لحتى يتجاوز هي الكارثه بشكل اسرع. هذا اليوم نحن كمجتمع سوري قد ايه بحاجه لهذا النوع من الاختصاصات لحل مشاكلنا؟ هلا نحن النزاع اللي فيني اقول اللي وصلنا 11 سنه فيه كمجتمع سوري هو نزاع داخلي مسلح، تمام؟ انا لا فيني صنفه كحرب، فانا بقول نزاع داخلي مسلح. ال 11 سنه اللي احنا موجودين فيه هون هلا، هدول اثبتوا كثير انه احنا بحاجه لتدريبات، بحاجه لكوادر مؤهله. الحمد لله اللي خلانا شوي نتجاوز هذا الموضوع انه هي كان في وعي مجتمعي، في وعي ان انا ما مثلا اذا بناء منهار
اني انا ما فوت عليه، ما اتدخل عليه لحتى انا ما يصير عندي اضرار اكثر من الوفيات اللي موجوده فيه. عندي وعي اني انا ضلينا على قصه اللقاحات، يعني انا خليني اقول مثال اليمن. اليمن هي شيء شبيه باللي صار بسوريا، ولكن اليمن للاسف كان باول سنه كان عندي اعداد كثير كبيره امراض سوء تغذيه. أمراض سوء تغذية أدت لعندي لكارثة تانية غير الكارثة اللي هي النزاع اللي النوع موجود. مختلف خلينا نقول غير يلي شفناه تمام يعني أنا كارثة أدت لعندي لكارثة تانية اللي هي سوء تغذية، أعداد كتير كبيرة، أطفال أدت لوفاة، حتى ما يعني أنا لما بتبلش عندي أطفال، لأنه الأطفال كبار بالعمر مرضى نقص المناعة هن اللي أول شيء بتضرروا من سوء التغذية، ولكن أنا لما صارت عندي بفئة العمر الشباب فأنا هون أمام كارثة، صرنا بمراحل كتير تفاقمت أكثر يمكن. تمام نعم. طيب خلينا نروح هيك بشكل عملي أكثر اليوم. المختصين بإدارة الكوارث شو هي مهامهم بشكل أساسي؟ مهامهم حسب المكان اللي هن موجودين فيه، في ناس تدريب، في ناس أساتذة جامعة، في شباب عم تشتغل بجمعيات محلية، بمبادرات إنسانية مبادرات يعني خليني أقول مجتمعية شباب لحالة. نحن إذا بدي أقول إني أنا شو عم تشتغل على الأرض، كل منظمة عم تشتغل بتوجه مختلف عن الآخر، ولكن كلياته بيصب لتحسين الوضع لحتى إحنا نخفف أضرارها لهي الكارثة. يوم شخص اللي بده يفكر يعمل هالاختصاص إدارة الأزمات والكوارث بده يفكر بفرصة العمل، لهيك نحن حبينا نضوي على مجالات العمل وقد اليوم المؤسسات والشركات بحاجة لاختصاصيين بهالمجال أو هن معرضين لحالات من الكوارث تتبع لطريقة عملهم. تمام. هلا انا بس مو بس بدي اقول ان احنا كمنظمات احنا عم يكون في تاهيل، حتى الشركات، البنوك، المدارس، المشافي، كلهم لازم يكونوا على وعي كامل بحال انه اذا صار انا عندي هاي الكارثه انا شو بتصرف. يعني انا بدي هون ارجع للمجتمع المحلي، ولكن النسبه اللي هي متواجده عندي خليني اقول الفعالين هن عم يكونوا عم يشتغلوا، انا بدي يكون عندي وعي كامل بإني فرضا خليني أقول صار زلزال، أنا بحالة الزلزال أنا شو بتصرف. هلأ أنا وقاعدة معكم، أنا بحالة الزلزال شو بتصرف؟ مفروض كلياتنا نكون عارفانين، مو أثناء هو الزلزال يعني بدقيقة ممكن يكون يعني أطول زلزال، فأنا شو بعمل فيه؟ ما بقدر أعلمك ولا بقدر أقول لك شيء، والخوف ممكن يخليني إني أنا أول وحدة إني أنا أهرب أو أتصرف إني أحمي حالي. فأنا هاي لازم يكون عندي هاي الكوادر كلياتها عارفاني أنا كيف بتصرف، مثل تماما ما عندنا باليابان. باليابان هن ليش تخفف ضرر الكوارث اللي عندهم، اللي هو دائما متواجد عندهم زلازل، ليه؟ لانه عندهم وعي كامل انه كيف بتصرف، بغض النظر انه هن ابنيتهم صارت مجهزه، صاروا عندهم وعي انا كيف بتصرف اذا صار زلزال. فانا خف عندي الوفيات، خف عندي الاصابات، فانا خف عندي حجم يعني اذا زلزال صار بصحراء شو بده يساوي؟ ما بيساوي شيء. فنفس الشيء انا خفف لي اعداد الاضرار. فانا هدول اذا عندي هاي الكوادر اللي هي خليني اقول الفئه الداعمه بالمجتمع عندي اياها مؤهله، فانا هون كثير رفعت من سويه مجتمعي، رفعت من سويه عملي، فانا خففت عندي اضرار كثير كبيره. خليني اقول كمان حتى اذا بدي اقول لك سلامه رقيه، سلامه رقيه فرضا، سلامه رقيه انا كثير عندي حوادث، هي عم احكي على شيء بسيط، خليني احكي كثير عندي حوادث، انا لازم يكون عندي تاهيل للسائقين، عندي تأهيل للطلاب بالمدارس، تأهيل للمعلمين، عندي متابعة لهذا الموضوع. أنا مو بس أهلت، أنه أنا إذا أهلت ومشيت ممكن انتسى هذا الموضوع، ولكن أنا لما بيضلني تابع أي شيء بده متابعة. حتى إذا بدي أحكي أنا إذا بدي أعمل تدريب لكوادر، فأنا خليني أقول فرضا حماية ذاتية، أنه أنا إذا صار عندي حريق ببيتي أو صار عندي حريق بالمكتب اللي أنا قاعدة فيه، أنا كيف بتصرف؟ ممكن تصرف يكون غلط، فأنا يزيد حجم الضرر. فأنا هذه التدريبات كلياتها بتخفف من أضرار أي كارثة. اليوم الكوارث اللي حكينا بالشارع، الطريق، على مستوى مناطق، اليوم على مستوى الشركات والمؤسسات أشكال الكوارث تختلف؟ يعني اليوم قد يكون هناك كارثة اقتصادية، ما إفلاس شركة، هذا يصنف كارثة وهي بحاجة إدارة، بحاجة هدول الناس المختصين؟ هلا بتصنف كارثة إذا كان عندي أنا يعني أنا
اذا بدي احكي كاقتصاد تمام في طبعا ازمات مثلاً. لانه تمام لانه انا خليني ما راح احكي اسماء دول، ولكن انا الاقتصاد ممكن يؤدي عندي لمجاعه، والمجاعه ممكن تؤدي عندي لاضرار صحيه، والاضرار الصحيه ممكن تنشر امراض، فانا شيء بيلحق شيء. فاكيد اذا عندي ضرر بالاقتصاد اكيد عندي حيصير بعدها. هي دراسات بتنعمل يعني تدخلكم كاختصاصيين ببلش من الاصل او الاساس. اداره الكوارث بشكل عام انا تدخلي مو وقت الكارثه بس، انا اذا بدي ادخل كوارث انا ما يعني ما بستفاد شيء اذا انا دخلت باثناء الكارثه، لانه انا من وين بدي اجيب عالم اهلي، من وين بدي اجيب عالم دربي، من وين بدي اجمعهم اصلا هي العالم. فانا عندي تاهيل لازم يكون قبل، تاهب قبل. كيف بتاهب قبل؟ اني انا اكون عرفانه المنطقه اللي انا فيها هي لشو معرضه، هي معرضه لزلازل، معرضه لحروب، معرضه لاعاصير، معرضه لازمه اقتصاديه ممكن تؤدي عندي لاشياء ثانيه بعدين. فانا على اساسها بكون حاطه خطط انا كيف بدي استجيب اثناء هي الكارثه. فانا وعندي تاهيل مجتمعي، انا المجتمع هو اكثر حدا فعال معي باثناء الكارثه. انا اذا قلت انا من اهلي 5000 شخص، وهدول 5000 شخص اثناء الكارثه ما قدرت اجمع منهم غير 100 شخص، فانا ما استفدت. انا بهمني المجتمع المحلي يكون على وعي كيف يساعدني، كيف يتصرف معي اثناء الكارثه. تمام، خلصت الكارثه تعاملنا معها، انا بعد الكارثه لسه شغلي اطول بكثير، لاني انا بدي ارجع اهل من اول وجديد، بدي ارجع اشوف شو صار عندي اضرار. يعني عندي اضرار بالتعليم، انا عندي اضرار بالمراكز الصحيه، انا عندي في 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 اكثر من اضرار ممكن تصير غير الكارثه بحد ذاتها اللي صارت. تمام، انا هون بدي اشتغل عليها. تمام استاذه، على مستوى الاسره المنزل اليوم شو شكل الكوارث اللي ممكن يتم التعرض لها وكيف ممكن نتعامل معها؟ تمام، انا ممكن اتعرض لحرائق، ممكن اتعرض لامراض بقلب البيت. يعني انا في امراض كلياتنا بنعرفها انه هي امراض ساريه، يعني امراض فورا تنتشر بيكون بشخص فجاه بنلاقيها باكثر من شخص. هي الامراض التنفسيه، الامراض الجلديه. فانا انا عم احكي على شخص صرنا بعيله، بعدين صرنا ببنايه، بعدين صرنا بحاره، بعدين صرنا بمدينه. فانا هي سرعه الانتشار كثير كبيره. اي اذا عم احكي على امراض فانا لازم دائما اكون على درايه، مشان هيك دائما بنلاقي في حملات مثلا الامراض الجلديه، قمل، جرب، دائما متابعه لانه هي انتشارها جدا سريع. فرضا كورونا، دائما احنا بنقول اذا مو مشانك مشان عائلتك، لانه انا بجوز شوف حالي قويه وانا ما يعني عندي مناعتي قويه وما بدي احط الكمامه ولقط الفيروس ممكن ما ياثر علي كثير، ممكن هو اثر علي ومرقت فيه وانا ماني حاسه، ولكن انا عديت كبار بالعمر عندي بالبيت، عديت بالبنايه حتى. يعني انا احنا كلياتنا بمجتمع السوري عارفين انه احنا البنايه هي مدخل واحد، انا عم احط ايدي على الباب، فلان عم يحط ايده على الباب، فانا بجوز ما ذنبي اني انا القط هذا الفيروس، مع انه انا حاميه حالي جدا، والاخير الواحد ببيته بيكون باريحيته. فانا اذا حامي حالي وانت حامي حالك عارفانين انه احنا كثير تمام. حرائق انا لازم اكون دائما على هلا انا بقول لك انه ما في عندنا كثير، يعني في عندنا الدفاع المدني فينا نعمل دورات فيه. اذا ما قدرنا نعمل دورات بالدفاع المدني واحنا ما لنا قادرين نعطي وقت، ما لنا قادرين ننزل نسجل، ما لنا قادر، في اسباب كثير. فانا في عندي وسائل تواصل، وسائل التواصل هي شيء خليني اقول يعني سلبي وايجابي. ايجابي بناحيه اني انا اعرف وين عم فوت، يعني انا فوت على صفحات رسميه، اعرف اني انا فايته على مكان، معلومتي اللي عم اخذها هي صح. شو بتعامل فرضا خليني اقول اذا ببيتي انا عم اطبخ، فانا ممكن تولع تولع طنجره، فانا تولعت نار، فانا ما بعرف اتعامل معها. بيجي اي حدا بيقول لك مثلا، في ناس من الخوف بتصير مثلا بتهوي، ممكن زيت مي هذا ممكن يزيد النار، وممكن بصير عندي من طنجره البيت كله انحرق فرضا، يكون عندي اطفال بالبيت، يكون عندي كبار بالعمر بالبيت ما لهم قدرانين اصلا يهربوا. وحتى في مناطق عندنا بسوريا كلياتنا بنعرف انه هي صعب، يعني صعب توصل سياره الاطفاء الا بدها وقت، او في سيارات مختصه لتوصل لها، خليني اقول الشام القديمه فرضا، هي سيارات مختصه لها. وحتى طريقه الابلاغ، يعني انا اذا بدي بلغ فانا بدي اعرف عن حالي، يعني حتى انا اذا مو انا اللي عندي الكارثه، ممكن انا جار او ببنايه او مارق شفت في حريق، فانا اي في حريق بالبيت الفلان الفلاني او بالمنطقه، لا انا بدي اعطي معلومتي صح 100%. حتى الاسعاف، يعني اذا عندي حاله اسعافيه هي خلينا نكون معلومه عم نعطيها، انه اذا عندي اسعاف عندي حاله حريق، اي حاله طوارئ صارت عندي بالبيت، انا لما بدي خبر فانا بقول انا فلان الفلاني، حتى
لو أنا مالي من الأسرة بعطي اسمي كامل، هذا رقم تليفوني، في حالة هيك هيك هيك، إذا أنا بعرف تفاصيل فكتير منيح. يعني أنا بعرف مثلاً إذا حالة إسعافية فأنا بعرف إني مثلاً هو مريض هيك هيك، بقول لهم ما بعرف، بقول له أنا شفت حدا وقع قدامي وإذا فيكم تساعدونا بهذا الموضوع، وهذا رقمي، وبضلني واقف لحتى تصل سيارة الإسعاف بس مشان يكون عم وصل هذا الشخص للمكان الصح أو سيارة الإطفاء. يعني هي بعض الممارسات قد تكون بسيطة، لكن هي عن جد إدارة بالمعنى الحرفي للكلمة، إدارة أزمات وإدارة كوارث، لازم الناس كلها تتحلى بالوعي بأبسط القصص الممكنة. فبدي أتشكرك يعني خبيرة إدارة الكوارث الأستاذة فاطمة مهنا، شرفتينا باستديو دامسكو، وإن شاء الله الناس يعني تأخذ بهي النصائح بالمطلق يعني. إن شاء الله، شكرا كثير لكم. أهلا فيك. ويبدو أستاذة في توارد خواطر يعني بين أعدادنا والكلام يلي قلتيه بختام حديثك، لأنه كاميرا العالم سوريا نزلت على الطريق وسألت مجموعة من الأشخاص يلي التقينا فيهم عن أرقام هواتف الطوارئ، عندكم فكرة عنهم وحاضرين ببالكم إذا احتجتوهم؟ كيف كانت الإجابات؟ خلونا نتابع سوا. أرقام شكاوى الهاتف، الدفاع المدني، الإسعاف، الإطفاء، حفظانتيهم؟ مو كلهم، ما بهتم، ما بعرف. بعرف 119، شو اللي هو 113؟ ما بعرف، كأنه 3 ساعات في شيء. والله بعرف في طوارئ 112. لا ما نتعامل مع أرقام الشكاوى الحمد لله، الله يبعدنا عنه. على 110 تبع الفرع المرور والشرطة، و115 يمكن تبع التليفون، 100 نجمة 100 دليل الهاتف. ما لي حافظ شيء. طب إذا يعني صار معك شيء طارئ وبدك الرقم كيف بتجيبه؟ أنا بدي أهرش قدامي، والله ما بدي لحدا. لا هنا ما رح يجوا دغري حتى لو اتصلت. لا والله. إذا بدك تصل فيهم كيف بدك تجيب الرقم؟ كيف بتجيب الرقم؟ بنجرب 1 1 2 1 2 2 1. ما عندي علم بصراحة، ما فكرت الموضوع قبل هالمرة. لا والله ما عندي فكرة، ما صار عندي مشكلة. لا شوف هلا في على الشغل على الموبايل، إذا بتكبسي تبع زر التشغيل 3 مرات بدأ يا الإطفاء يا للشرطة يا للإسعاف. ما عندي حدا يساعدني، كل حدا حافظهم. أبدا أنا وحظي. موهبة سورية شابة اعتمد عدسة الكاميرا والفكر المبدع كوسيلة لإيصال الأفكار المختلفة والمتنوعة. الحب بين الكاميرا وحاملها بينتج الأعمال الفريدة والمميزة يلي توصل للناس وللفئات المختلفة. يوم ضيفنا عدي قادم فعلا من عالم الفن بامتياز، فهو مصور ومخرج وأيضا بينتمي لعائلة فنية. ما حنعرف عنه أكثر، وخلي شغله وحديثه عن هالمسيرة المهنية تحكي عنه. اليوم حيكون معنا ليوناردو أحمد باستديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا للمقدمة الحلوة. أهلا وسهلا فيك باستديو دامسكو ليوناردو. مبدئيا حكينا عن دخولك بعالم الصورة بشكل عام. هلا انا كانت بداياتي عمليا فيك تقول من لما كنت صف 10، كنت حب شيء اسمه كاميرا، حب اخلق زاويه جديده، منظر جديد، منظور جديد، لنحكي شيء اكاديمي بعالمنا. كانت عباره عن كاميرا موبايل لا اكثر ولا اقل وجنينه. بعدين صرت افكر انه لا بدي اخذ شغلات اوسع، صرت اطلع على جبال، صرت اروح على البحر، كلياته كان بكاميرا الموبايل. يعني كنت اعتمد الوايد انجل مثل ما بيقولوا بعالمنا. بعدين بلشت بقى بدي طلع افكار احلى بقى من مجال التصوير اللي هي العب بقى بالاضاءه. هالحكي كان لما كنت صف 11 بالبكالوريا، هديت شويه تصوير، ركزنا شويه على الدراسه اكثر، بتعرفوا الاهل انتم طبيعي. اكيد تماما. بعد البكالوريا رحت على المعهد العالي، هنيك بلش الانطلاقه. وهي هي المرحله اللي هلا بدنا نحكي عنها، مرحله المعهد العالي للفنون المسرحيه. قد ايه هو قدم لك؟ وخلينا شوي يعني نضوي للناس يلي ما عندهم فكره قد ايه هذا المعهد بيقدم للناس المبدعين والمميزين فنيا بعالم الصوره والاضاءه وغيره. هلا بالنهايه اي اكاديميه انت بتفوتي عليها اذا ما كنتي مجتهده فيها وعم تطوري حالك كمان بايدك، فقد ما كان الاكاديميه قويه فعمليا انت حتكتشف انه ما صار عندك شيء. تمام. فاجبار يعني الاكاديميه هي الاساتذه الموجودين فيها، هن اكيد عمالقه وهن تاريخ الدراما، مثل الاستاذ عمار الحامض مثل ما بيقولوا له شيخ الكاب بعالم التصوير. هو كان استاذي، هو كان مشرف مشاريعنا فيك تقولوا من السنه الاولى للسنه الرابعه. تمام. فهو كان يشرف لنا على المشاريع، يشرف لنا على امورنا الفنيه، امور الاضاءه والتصوير. فالمعهد كان كثير فيه تفاصيل، سنه عن سنه عم نتطور بمجالنا اكثر. وكان اختصاصنا بالمعهد العالي قسم، طبعا قسم التقنيات، يعني احنا قسم اضاءه وتصوير. تماما. اختصاصنا كان بالمعهد العالي اكثر هو فيديو ومسرح اكثر ما يكون فوتوغراف.
ايه بس بعالم الفيديو انت عمليا عم تحكي، خليني افترض لك الستاندر نقول انه عباره عن 25 صوره بالثانيه الوحده، فانت بدك تفرجي حركه صحيحه لهال 25 صوره، فعالم الفيديو واصعب كثير من عالم الفوتو. تماما. طيب خلينا نروح او نرجع شوي هيك لموضوع التصوير، هل هو يعتبر موهبه بشكل صرف ام مهنه ام اثنين سوا؟ يعني اليوم الحاله الماديه كمان الناس اللي ممكن تستفاد فيه منها من التصوير، هل هي كافيه؟ خلينا نروح لهي الزاويه. هلا حاله ماديه خلينا نبعدها شوي هلا حاليا، لانه للاسف الشديد صايره معداتنا اسعارها كثير غاليه. يعني عم يصير مثلا الكاميرا، مثلا نفترض اذا انا معي هلا كاميرتي هي 6 دي مارك 2، عمليا انا وقت جبتها كلفتني 3 مليون، حاليا صار سعرها 6 مليون، الايرادات اللي عم تجيك ما عم تغطي ارتفاع الاسعار اللي عم تصير فيها للكاميرات. من الناحيه الفنيه ان كانت هي موهبه ولا ان كانت هي تعليميه، والله يا معلم كل شيء فني فهو فيه موهبه اجباري. يعني في شيء في ملكه خلينا نقول. تماما، لانه بالنهايه رؤيتك واحساسك ومنظورك انت كفنان عم تشوف مكان فهو لازم ينعكس، حتى من ناحيه الالوان، يعني مثلا بيئه اهالي دير الزور فهن بيئتهم اكثر رايحه صحراويه، فبتلاقي الالوان اللي بيروحوا عليها هي الالوان الدافئه بالصور. ترابيه ودافئه. تماما، اهل الساحل بتلاقيهم بيروحوا الالوان الزرق، بتلاقي بحبوها اكثر لانه اساسا هي البيئه اللي حواليهم طول الوقت عكس الالوان الزرقاء. صحيح. فحسب بقى هون بقى بتصير حسب البيئه وحسب احساسك كفنان. موضوع اعمق بكثير سيبا. اكيد. في فكره هي ليوناردو، اليوم كثير بنشوف جلسات التصوير، كثير بنشوف شغل للشباب بهذا المحل واقبال على هذا الشيء، وعم يكون في تكلفه، يعني ما بعرف اذا هي مناسبه لجلسات التصوير. الاشخاص المختصين المهنيين عندهم مشكله بهذا الموضوع، بتحسه تجاري كثير؟ ليكي مشان ما اكذب عليكي، نحن واصلين لمرحله حاليا بالشارع السوري، عم نرجع لفترة الثمانينات والتسعينات. تتذكروا أيام زمان كان المصور يوقف في ساحة الأمويين، الجامع الأموي عفوا، ويكمش صور فورية؟ تمام. نفس المبدأ عم يصير فينا هلا، عم تلاقي مصور حاطط الكاميرا على صدره وعم يمشي بالطريق وعم يقول صورة 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 صورة. عم نحكي عن الشباب اللي نفترض إنهن الهواة اللي عم يطلعوا هلا. تمام. أنا بدي أحب أوجه لهم رسالة صغيرة. تمام. نحن هلا حاليا بعالم الميديا، ما عاد بعالم قديم اللي هي بس مثلا عالم الجرائد او عالم التلفزيونات. انت هلا فينك تسوق لحالك بطريقه كثير ابداعيه وجديده عن طريق السوشيال ميديا، ورفقاتنا كلياتنا عندنا رفقات. تمام. بس لتطلع الصوره حلوه، انا دائما بقول هي لطلابي، لتطلع دائما الصوره حلوه بدك فكرتك تكون صح. اي صوره بدها تتخرج، اي صوره بدها تطلع على الشاشه، بده يكون في لها فكره لتعير لها الزمن والمكان الصح. فالعالم اللي عم تمشي بالطريق عم تكمش الكاميرا وعم تقول صوره صوره، فهي هي عم تصور الطريقه التقليديه. وقت بتفوت مثلا نفترض اذا عنده صفحه فيسبوك او اذا بتشوف ارشيفه بالصور، حتلاقيهم كلياتها نفس الروح، ما في شيء جديد عندهم. مو مثل وقت شخص عم يفكر انه كيف بده يطلع بجلسه جديده ليعطي احساس جديد تمام لحتى يزيد مثلا نقول معجبينه على الصفحه. تمام. اما هدول جماعه الطرقات فشوي عم يكون الموضوع يعني عم يسيئوا لهم وعم يسيئوا لنا. تمام. يعني عبر السوشيال ميديا بنشوف اليوم في كثير فوتوغرافر عم يشتغلوا يعني على الاقل بمنظور الناس شغل حلو، وعم يكون في تكلفه لجلسات التصوير. تمام. اصحاب الموهبه عندهم مشكله مع هذا الموضوع، يعني توظيف الموهبه كمهنه او لقاء مادي مثلا. هلا شوفي رح اقول لك شغله، نحن بيئات. تمام. بما انه انت حضرتك قلتي انه عم يصوروا بس ما عم تكون بهالذوق العالي وعم يكون في له معجبين، فهو حقق فئه من المجتمع حققت له اعجاب اللي بده اياه. بس اما اقول لك انه مثلا نحن كاكاديميين اكثر من نقول انه نحن كفنانين تمام او كموهبه، كاكاديميين اوكي الصراحه شوي نحن بننزعج، بس اساسا نحن عم ندرس هدفنا الاساسي هو مو الفوتوغراف كجلسات تصوير اشخاص، كجلسات تصوير الامور هي، نحن بنروح شيء اسمه ستوري لايف. يعني نحن بنشارك بمسابقات عالميه مثل شركه سوني، شركه نيكون، اعطيني 5 صور بتحكي لي حكايه. فانت بدك تقدمي له 5 صور برمزيه حكايه توصل للجمهور، اكثر ما يكون انه صور اشخاص مثلا بحفله عرس، صور اشخاص انت طلعت عم تصورهم، تفاصيل هي. ظروفنا نحن الاكاديميين دائما بنرجع للفكره قلت لك اياها، نحن بنخلق فكرتنا لنخلق زماننا ومكاننا. خلص نحن صارت الفكره واضحه ليوناردو، يعني الفنانين لهم معايير صعبه وكل شيء هيك فيه لقاء مادي يمكن بحسوا بقيدهم او انه بيصير حد. كلياتنا بدنا لقاء مادي مشان ما اكذب عليك هي من الاخر. تماما. بس انه حسب شو الماده الفنيه اللي انت عم تقدميها. هلا صناعه الفيديو اليوم او حاله الاخراج والفوتوغراف والحاله اللي عم نحكي عنها اليوم في فروقات بيناتهم، كيف قدرت توازن بين هدول المجالين؟ هلا مثل ما قلت لك انا بداياتي كانت فوتوغراف، وقت رحت على المعهد صارت عم تقلب امور دراستي امور حياتي كلياتها على الفيديو. فانا 4 سنين المعهد عمليا الفوتوغراف فيك تقول كثير خف، بس انا كان عم يساعدني، يعني انا بداياتي الفوتوغراف ساعدتني بالفيديو باني اخذ الكوادر الصحيحه، اخذ الكوادر من منظور ثاني، فهي التجربه العمليه اللي بتاخذها معك.
الفيديو هو كان من المعهد، بلشنا فيه من المعهد عمليا تماما من السنة الثانية، من وقت ما بلشنا ناخذ برنامج ادوبي بريمير، واحد من مناهج المعهد كان لحد ما السنة الرابعة بدك تطلع بفيلم وثائقي وفيلم درامي لمشروع التخرج. هي بقى بتجيب مشاريع السنة الرابعة، فكان جو الفيديو جو جديد الصراحة، كان تحدي أول مرة يعني. تماما تحدي بكل معنى الكلمة. هلا أوكي، أنا قبل ما فوت على المعهد اشتغلت أول ما تخرجت من البكالوريا، أول ما نجحت من البكالوريا اشتغلت مساعد إضاءة، اللي هي أدنى مستويات قسم الإضاءة بالمسلسلات، اللي هو أنا بس كنت بدي أتعرف على أجهزة الإضاءة الفيديو. هي كانت الغاية. تماما هي كانت بدايتي مع المدير الإضاءة أسامة برو، بوجه له تحية كتير كبيرة طبعا. كنت بالبداية طبعا بس دي أعرف هذا الجهاز شو اسمه وشو منتوظف وكيف بيستخدم، كل جهاز بجهازه، كيف بدي شغله، كيف عطل، شو بدي صلحه، كيف يفك لمبة، أبسط المعايير كتير. البساطة البساطة كنت مبلش. لوقت ما فت على المعهد في أجهزة أوكي صرت بعرفها، في أجهزة بعرف كيف استخدمها. فوقتها كانت فوتي على المعهد بمجال الإضاءة والفيديو شوي كان أسهل لي، من أساسا أنها هي كانت رغبتي من البداية، من عالم عملي قبل ما فوت على المعهد. حكينا شوي عن السوشيال ميديا بالمطلع، ونصحت انت بعض المصورين بموضوع السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا قد ايه عم تقدم لهذا الجانب ولهذا السلك مثل ما بيقولوا شعبيا؟ الفكره استاذ عدي انه السوشيال ميديا لحاليا عم تقدم فكره كثير مختصره من عالم الوقت. يعني انا عم بوصل ل 1000 شخص ل 2000 شخص خلال نقول ساعه زمان، تمام؟ بينما كنت من قبل لاوصل ل 1000 و2000 شخص فعم يكون ياخذ معي شهور، او تعمل معرض للصور الضوئيه او ما شابه هيك كان سابقا. فمثلا معرض الصور الضوئيه بيجيك الزباين او الضيوف اللي بيجوا لعندك على المعرض لحتى يشوفوا المعرض للشراء، تمام؟ فممكن ما يتخطوا ال 400 شخص، يمكن ما يتخطوا ال 800 شخص، تمام؟ بين بعالم السوشيال ميديا انت بتنزل 12 صوره بتحقق فيوز عالي، فهذا الشيء اللي احنا مثلا صار عم يسهلنا اكثر امورنا، عم يسهلنا مجالنا بالشغل اكثر. تماما. بس بالعالم الفني والعالم الدرامي والسينمائي هو عم يكون اكثر قوه لنقول فن التمثيل. فن التمثيل عم يسهل لهم كثير، لانه اساسا انا كمنتج وقت بدي اجيب حدا يرفع لي عملي، اوكي انا بدي موهبه وبدي شخص هو اساسا عنده جماهير بالشارع لحتى يرفع لي اسم العمل تبعي. اما من الشق الفني، من شقنا نحن، لا شوي عم يكون الامر اضعف، يعني عم يكون في صعوبه اكثر انت عم تجيب الشغل لإلك. تماما. وقتها بدنا نحكي اليوم عن المنتجات والاعلانات التجاريه تصويرها. وين يعني ليوناردو بهذا العالم او بهذا المجال؟ مو قلت لكم اني فتحت عن الدراما والسينما؟ تماما. فالشيء اللي كانت كثير ماشي فيه البلد وكثير فايتين فيه بقوه كان هو عالم الدعايه والاعلان. وعالم الدعايه والاعلان هو عالم جدا ضخم وجدا مختلفه، اكسسواراته يعني تخيل اكسسوارات تصوير الفيديو مختلفه عن اكسسوارات السينما، مختلفه عن اكسسوارات التلفزيون. لهي المرحلة عالم الدعاية والإعلان. فرحت بهذا الاتجاه وبلشت أقوي حالي، بلشت أتدرب كتير باتجاهه لحد هيك الحمد لله هيك شوي صار اسمي موجود بالسوق وموجود بين التجار كشكل عام. بس الأوضاع كشكل عام الدعاية والإعلان هي ما أنا رغبتنا. نحن كأكاديميين تخرجنا، نحن هذا الشيء التجأنا له طبعا الأوضاع اللي عم نشوفها، طبعا الأوضاع اللي نحن كلياتنا عم نواجهها. بس أما أنا كأكاديمي لا، أنا همي الأساسي الصراحة هوليود، حلم كل شاب السينما. سينمائي تماما، حلمي هوليود وان شاء الله يا رب بوصل له بعمر ال 30 ان شاء الله. يعني مشاركات على هذا الصعيد، يعني طالما جبنا سيره السينما ولو بفيديوهات او افلام قصيره ايضا، يعني عندك شيء من هذا القبيل؟ هلا عندي انا والسنه الثالثه بلشت اعمل اول افلامي، فينا نقول هو فيلم الحياه، كانت بطولته ليس مفتي، بوجه له كثير تحيه كبيره. كمان اكيد نوجه له تحيه. كان فيلم شخصيه واحده بلوكيشن واحد داخلي، كنت وقتها عم بتشكر جماعة الهلال الأحمر، موجه لهي الشريحة من الناس. تماما، وبوجه لهم كمان أكبر تحية، كانوا هن عن جد محاربين أقوياء بالشارع. الفيلم انعمل تقريبا بسنة 2017. نعم تماما، بال 2017-2018 انعمل الفيلم، كان عندهم كثير مجهود كبير بالأرياف، فأنا حبيت أشكرهم، فما حسنت أشكرهم غير بهي الطريقة. عملنا الفيلم، تشارك عملنا له عرض بالهلال الأحمر، وشارك بمهرجان تطاوين بالمغرب تماما، وشارك بمهرجان بعلبك باللبنان. فهلا ما حصلت جوائز مشان ما اكذب عليكم، بس انا كان شرف المشاركة لي كأول افلام انه ينقبل كمشاركة، فانا الصراحة كان كثير بسط كثير كبير لي، وحسيت هذا هو انجازي، لانه كمان كان بمعدات كثير بسيطة، عبارة عن كاميرا وثلاث اجهزة اضاءة بالعدد.
محدودة. هي كانت كل معداتنا بالتصوير، يعني ما فينا نقول انه هو كان فيلم احترافي من ناحية المعدات، بس كنا عم نحاول نطلع مادة فنية نتشكر فيها حدا وجرب حالي انا كليوناردو شو بيطلع معي. خطوة أولى يعني. تماما، كانت هي أول خطوة إلي. الخطوة الثانية كانت بالسنة الرابعة بفيلم فقدان. فقدان هو فيلم مع المؤسسة العامة للسينما. كمان فيلم كتير قصير، مدته دقيقتين وعشر ثواني بالعدد. كمان لوكيشن واحد بس مو شخصية واحدة، لوكيشن هو عبارة عن باحث مدرسة. كانت هذيك الفترة كتير كنا نواجه فكرة الأطفال اللي عم يفقدوا أهلهم، فحبيت وصل رسالتهم. فأنا كانت بطلتي هي بنوتة صغيرة. بنهاية الفيلم بتشوفوه عم ترسم على الأرض، بنهاية بتكون عم ترسم أوتلاين امرأة بس بطريقة كتير طفولية، تمام؟ واللقطة النهائية هي لقطة توب شوت، هي متسطحة بقلب هي الدائرة. طبعا اجى التسلسل بعد ما يعني اجى هذا المشهد بعد ما بتشوف تسلسل كتير كبير، مثلا من جية ام عم تاخذ بنتها، من جية وقفتها البنت لحالها وما حدا عم يلعب معها، طريقه لبسها للبنت اللي هي اساسا واضح انه ما في اهتمام كبير كأم، يعني انه خلص انا بنتي هي مرايتي فبدي طلع باحلى جماليه، تمام، خاصيه مو موجوده. تماما، يعني كان في كتير قصص دراميه كنا نحن عم نبعثها عم نعطيها رساله من خلال التصوير قبل ما نوصل للمشهد النهائي. خلصنا هلا حاليا ان شاء الله يا رب بالشهر الرابع فينا نقول في فيلم بقى احترافي ان شاء الله، فيها احترافيه وفيلم متوسط الطول مدته نص ساعه، هيك ان شاء الله حيكون لاقي اعجاب هيك يعني ان شاء الله. يعني هذا الفيلم اللي عم نحكي عنه يبصر النور قريبا وراح نكون اكيد سعيدين كثير بمشاهدته. صبا عدي، كثير شكرا لحضورك معنا اليوم ليوناردو، لعفويتك، للكلام يلي اكيد هو من القلب، وبنتمنى لك كل النجاح بالفتره القادمه. شكرا كثير لكم. كل الشكر لك واهلا وسهلا فيك باستوديو دامسكو. وهلا مكملين معكم متابعينا، وحناخذ ايضا فكره عن بصمه مميزه بعالم التصوير الفوتوغرافي مع زميلنا بشار وبهالتقرير. مرحبا، كيفكم؟ أنا اليوم بلشت التصوير لأن هي صار جزء كتير من حياتي. اليوم أنا بدأ بالتصوير فرغ طاقتي، اليوم بدأ بالتصوير أعمل شغلات كتير حلوة وصل رسالة كتير حلوة. أنا اليوم صلي من 2019 هلأ عم ببدأ بهي الموهبة، وإن شاء الله بستمر فيها وبقدم شغلات كتير حلوة لقدام. هلا انا اخترت هذا النوع من التصوير لانه اليوم في كثير عالم تغربت، في كثير عالم سافرت، في كثير عالم مشتهيه اليوم تشوف صور جديده عن الشام، عن سوريا بشكل عام. فاليوم انا عم نسق هدول الشيء بصوره حلوه مع عباره حلوه، عم بيجيني تفاعل كثير حلو، وان شاء الله بقدر بهدول الصور وصل رساله حلوه للمغتربين، وان شاء الله بنشوفهم قريبا هون. أنا اليوم التصوير بالنسبة لي هو مو شيء مهني، اليوم التصوير بالنسبة لي هو موهبة، وموهبة كتير حلوة. للأسف اليوم عم نشوف كتير مصورين عم بيعتمدوها كمهنة وهذا الشيء غلط. اليوم بأي شيء بالحياة إذا ما عطيته قيمة وكان شيء حلو ما فيه يعطيك. صراحة أنا بحب طور حالي بحالي، بعتمد أنا أكثر شيء على اليوتيوب، بتثقف كتير على اليوتيوب، بتفرج على فيديوهات كتير. التصوير هو عبارة عن بحر، يعني انا ما فيني اتعلم بيوم ولا فيني اتعلم بسنه ولا فيني اتعلم بعشر سنين، قد ما تعلمت اجباري حيكون في شغلات اكثر. انا بالنسبه لي بهتم اكثر شيء بتصوير اللاندسكيب اللي هو تصوير الطبيعه، لانه بتعطيني مثل روح حلوه بقدر فرغ فيها طاقتي. هلا نحن حاليا بنقدر، وفي عالم كثير بامكانيات صغيره بتقدر تعمل شيء كثير كبير. المهم تحط ببالها هذا المجال، تشتغل على حالها، واكيد اكيد اكيد رح تنجح. وهلا صار وقت نروح لنطلع على ابرز العناوين والاخبار يلي داولتها الصحف المحليه، وهذا الشيء معك سيبا.
هنبدأ اليوم هيك نحكي كتير بالمحليات السورية عديوة، البداية من صحيفة تشرين يلي عنونت تواصل الجهود الحكومية لتسهيل عودة الأهالي للحجر الأسود. الخبر طبعا يعني خلينا نقول بما فاده، بعد أن نفضت مدينة الحجر الأسود غبار الإرهاب عنها، باشرت الجهات المعنية العمل بجميع الجبهات لعودة الحياة الطبيعية إليها من جديد. جالت تشرين ببعض المناطق ويوجد العديد من أهالي الحجر الأسود يقدمون طلبات للعودة إلى منازلهم، ومختار السعدي وهو أو محمود السعدي وهو مختار حي الجولان الغربي في مدينة الحجر الأسود تحدث عن عودة الأهالي التي أصبحت ضرورة ملحة كون أسعار الإيجارات يعني مرتفعة اليوم، منوها بتقديم العديد من التسهيلات لطالبي العودة. رئيس المجلس البلدي للمدينة أيضا المهندس خالد محمد خميس أوضح أنه مع بدء تسجيل الأهالي طلبات العودة لمنازلهم بتاريخ 5/9/2021 أصبح لديهم 815 طلب، والأوراق المطلوبة لتقديم هالنوع من الطلبات هو سند الملكية، بيان عائلي، صور للبطاقات الشخصية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة البلدية بتقوم بالكشف الفني على المنزل لمعرفة هل هو قابل للسكن أو لا. وأكيد يعني مع وجود الخدمات وعودة الخدمات وبعض البنى التحتية لهي المناطق، هذا الشيء أكيد بيشجع النازحين خلينا نقول اللي بفعل الإرهاب نزحوا من هي المناطق للعودة لها. أكيد. ومننتقل لخبرنا الثاني لليوم عدي، وهو من صحيفة الثورة السورية يلي عنونت تحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل ب 125 ليرة بحلب. الخبر بيوضح الفكرة على الشكل التالي: وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب على تحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يوميا لمولدات الأمبيرات المرخصة بحلب بمبلغ 125 ليرة سورية، ووفق قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يلي تضمن تحديد سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية للليتر الواحد. تضمن القرار أنه يلتزموا أصحاب المولدات بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح وبمكان ظاهر للعيان للإعلان عن الأسعار. طبعا المخالفين لهالقرار حيث تتوجه لهم عقوبات منصوص عليها ضمن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. يعني يعتبر هذا المرسوم رقم 8 من المراسيم خليني أقول الرادعة بشكل كتير كبير. ظل موضوع الالتزام وخاصة معاناة محافظة حلب يعني مع موضوع الكهرباء موضوع جدا قديم يعني. صحيح عدي، وهلأ حنبقى بالشق الخدمي ونحكي أيضا محلياتنا السورية، لكن خبرنا الثالث والأخير من صحيفة البعث السورية يلي عنونت طوابير المازوت تعود مع ارتكاب الموزعين المخالفين والقرارات تدور حول نفسها. أعلنت الجهات الحكومية المعنية بالبطاقة الذكية بأنها تستهدف أولاً إدارة توزيع المواد المطلوبة والتخلص من الطوابير وضمان حصول المواطنين على حصص من المواد بكرامة وقت تطبيق، لكن واقع الحال لم يأتي بالنتيجة المطلوبة على مدار سنوات من التطبيق القاصر، وإن قلنا أيضاً الفاشل للبطاقة واستثمار ذكائها المفترض في خدمة تجار الأزمة والمهربين وغيرهم. استغل موزعو المازوت قرار الوزارة تخفيض كمية الدفعات ل 50 لتر للدفعة الواحدة لتحديد أماكن وقوف معينة لمركباتهم، وأيضا دعوة المستفيدين للحضور وتعبئة هالمادة ضمن عبوات أو بيدونات، وهذا الشيء كبد عشرات الأسر مبالغ إضافية لشراء البيدونات فيما عدا تكاليف سيارات الأجرة، فضلا عن وجود شريحة واسعة من كبار السن تعاني صعوبة بالانتقال وحمل الكميات ونقلها، علما أن جميع المشاكل المتعلقة بتوافر المادة وتأمينها بالأوقات المطلوبة لم يتم حلها. طبعا من جانبه أكد مصدر بوزارة النفط للبعث على أنه القانون يلزم الموزع بإيصال المادة لمسكن المواطن ولم يحصل أي تعديل على آلية التوزيع، لافتا إلى أن الوزارة عدلت كميات التوزيع بكل دفعة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة ولم يتم أي تعديل على عملية التوزيع، وطالبة المستفيدين يلي عم يتضرروا بأنهم يقدموا شكوى على الموزعين غير الملتزمين. يعني بدنا نتمنى شتاء دافئ لكل السوريين رغم وجود هي المعوقات اللي بصراحة هي كتير مهمة وكبيرة لأنها بتخص مازوت التدفئة وهو وسيلة أساسية لكل الناس. أكيد عدي، هي كانت أخبارنا لليوم، ودايما لما منركز على الشق الخدمي منكون عم نتصالح مع أنفسنا، عم نوقف قدام مشاكلنا بهدف أنه تنوجد أكيد لها حلول مناسبة ومرضية للمواطنين. كل الشكر لإلك سبا.
من الفعاليات والنشاطات اللي عم تصير بالعاصمة السورية دمشق، استضاف الاتحاد أو اتحاد الكتاب العرب حوار أدبي إيراني. كاميرا العالم سوريا تواجدت بالمكان ونقلت التفاصيل بهذا التقرير. ببنت بالرؤية طبعا كما تعلمون أنا نتحدث عن المستقبل، ونحن في إيران خضنا تجربة حرب مفروضة علينا، ولكن بعد هذه الحرب استطعنا أن نبني أنفسنا ووصلنا إلى الطاقة النووية باستخداماتها السلمية، وهي تستخدم في الكثير من القطاعات الصحية والتعليمية وما شابه، وأيضا في الطاقات المتجددة والبديلة. نحن نريد أن نقول أن علينا أن لا نعيش أو نظل قابعين في الماضي، يجب أن ننظر إلى المستقبل ونتحرك نحو ذلك المستقبل بخطى ثالثة. إيران تحظى وتتمتع ببيئة خصبة، أدبية خصبة جدا، ودائما هي في حالة تنامي وازدهار وفاعلية. كل عام أكثر من 4000 رواية تقريبا في إيران سنويا. منظورم هست و قصة در إيران منتشر میشه. لدينا مدارس لتعليم فن كتابة القصة والرواية، ويشارك فيها الكثير والعديد من الراغبين والمحبين بتعلم هذا الفن، وهذه المدارس والمراكز تخرج سنويا عدد مهم وكم كم كارهاش منتشر. هناك الكثير من المثقفين الذين أتوا إلينا فأغنوا ثقافتنا من الأراضي الفارسية أو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ليس حاليا وإنما تاريخيا. وأيضا هناك الكثير من الأدباء الذين ترجمت أعمالهم ونتاجهم الأدبي والمعرفي إلى اللغة الفارسية، هذا يجب أن يتم الاشتغال عليه أكثر، لأن العلاقات هي ليست فقط علاقات سياسية أو علاقات عسكرية أو علاقات دبلوماسية، وإنما الأساس في هذه العلاقات هو العلاقات الثقافية. عندما نشتغل بشكل صحيح على بناء علاقات ثقافية قوية، فإنما يمكننا القول بأننا اشتغلنا على أسس قويمة وعلى علاقات قوية يمكن أن تذهب بعيدا، ويمكن أن تكون ويمكن أن تضرب عميقا في أساس التاريخ وفي أساس العلاقات الإنسانية ما بين الدول. ما زال الحديث عن مرض الفطر الأسود يؤرق الناس، خاصة مع ارتباطه أو ارتباط تداول أخبار هذا المرض بكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة. للحديث أكثر عن هذا المرض منرحب بمدير مستشفى الباسل الدكتور اسكندر عمار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم في صباحكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. بداية دكتور، نحن اليوم كتير عم نسمع من الأخبار، خلينا نقول، وغالبا عبر السوشيال ميديا عن مرض الفطر الأسود. خلينا بداية بس من خلال حضرتك نعرف المتابعين اليوم عن ماهية هالمرض حقيقة وكيف بيصير وأسبابه. مرض الفطر الأسود هو بالأساس مرض موجود، الفطر الأسود كغيره من الفطور موجود قبل عصر الكورونا، إنما ظهر إلى العالم في المرحلة الأخيرة في الآونة الأخيرة بعد اكتشاف حالات متعددة بالهند تحديدا، وبعد ذلك جرى الحديث عنه في دول أخرى من العالم. المرض طبعا هو قابل للعلاج، إنما ارتبط وجوده حاليا مع الكورونا بسبب زيادة عدد الحالات بعد زيادة عدد حالات الكورونا عند مرضى مصابين، وخاصة مرضى ناقصي المناعة أو المعالجين بالكورتيزونات لفترة طويلة، أو مرضى السكري المهملين غير المعالجين غير منتظمين بشكل جيد. على مستوى القطر لوحظ وجود عدة حالات خلال الفترة الأخيرة خلال الشهرين أو ثلاث أشهر الماضية. هذه الإصابة تكون على تبدأ كإصابة بالجيوب الفكية، تنتقل بعد ذلك باتجاه الحجاج، وقد تنتقل باتجاه الجملة العصبية، وبعد ذلك تكون كحالة خطيرة جدا. نعم دكتور اسكندر، من هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بالفطر الأسود؟
المرضى ناقصي المناعة المتناولين لأدوية مثبطة للمناعة كالكورتيزونات، مرضى السكري غير المضبوط أي المهملين غير المعالجين بشكل دقيق. تمام. واليوم دكتور كونه يعني عم يكون نحن كل الأخبار متعلقة مرتبطة بفيروس كورونا، قد في ارتباط بين الفطر الأسود وبين الإصابة الفيروسية حقيقة؟ حقيقة أنه لوحظ بالمرحلة الأخيرة هي الإصابات عم تكون تلي إصابة بالكورونا، كون أثناء إصابة الكورونا هناك معالجة بالكورتيزونات، هناك حالة شدة يتعرض لها المريض، هناك عطاء لبعض أنواع الصادات وأحيانا تكون صادات وسيعة إذا صار الاختلاط الجرثومي، كل ذلك يشجع على نمو هذا الفطر. هلا في حال تشخيص الحالة بشكل مبكر، الحالة طبعا لها علاج دوائي ويمكن أن يضاف ذلك علاج جراحي، في حال تشخيص الحالة بشكل مبكر عم يكون هناك نسب شفاء جيدة، لكن في حال تأخر في التشخيص ووصول الإصابة إلى مثل ما قلنا الجيوب الكهفية أو الجيوب الدماغية عم بتكون الحالة خطيرة. فلذلك ارتبط حاليا الحديث عن الفطر الأسود بالحديث عن الكورونا، والحالات التي شهدت لدينا في مشفى الباسل هي حالات تلت الإصابة بالكورونا. نعم، أدي عدد الحالات الموجودة بمشفى الباسل بهذا المرض؟ الحالات التي شخصت في مشفى الباسل هي 4 حالات لحد الآن. 4 حالات فقط؟ 4 حالات، 4 حالات فقط. دكتور يعني فيك تخبرنا أكثر عن تفاصيل هالحالات، لأنه اليوم في قدر من الإشاعات كتير كبير ولا متناهي عبر السوشيال ميديا، عم تتضخم الأرقام، ويعني عم بيكون في جدا مزاودة ومغالات بهذا المحل. فياريت تعطينا فكرة هيك وافية عن سبب إصابة هيدول المرضى وكيف كانت حالتهم؟ اللي بدي أقوله إنه الحالات اللي إجت هي كانت 4 حالات، حالتين منهم كان بعد إصابة بالكورونا، وكانت الإصابة على مستوى الجيوب، تم إجراء تداخل جراحي على الحالتين، تنظير الأنسجة المتموتة ومتابعة علاج وريدة دوائي، والحالتين تمثل الشفاء. في حالتين إجوا بحالة متأخرة، حدث الوفاة بعد أقل من 24 ساعة، طبعا إجوا بأعراض عصبية أي بعد وصول الإصابة الفطرية إلى الجملة العصبية. في هذه الحالة يكون الإنذار سيء جدا جدا ونسبة فيها. إذا نحن فينا نقول أن 4 حالات تماثل الشفاء تماما، تم لهم تنظير معالجة التنظير للأنسجة ضمن الجيوب في التنظير، والحالات موثقة ومعالجة دوائية، وحالتين أخرين كانت الوفاة فيهم سريعة لأنه إجى المريض بحالة متأخرة إصابة بجملة العصبية. الآن رح نحكي عن الشائعات، يا ريت هاي الشائعات رغم تضخيمها أنه تعطي نتيجة إيجابية، الناس تخاف وتبادر إلى اتباع الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح، ولكن هي أنا أشوفها هي شائعات للفوضى الأكثر والأقل، ومبالغات من أجل جمع الإعجابات. إنما لو كانت هذا الهو والخوف أو الهلع المنشور على السوشيال ميديا إيجابي كان عطى نتيجة، شفنا زيادة في أعداد الناس اللي أخذوا اللقاح. صحيح. أو شفنا زيادة باتباع الإجراءات الاحترازية، زيادة بالوقاية، لكن للأسف عم نشوف زيادة عكسية في الاستهتار والجهل بموضوع الوقاية من هذا المرض. نروح للأعراض شوي دكتور. اليوم كيف بنعرف أنه شخص ما هو يمتلك هي الأعراض ومصاب بالفطر الأسود؟ هلا أعراض خارجية لحد المراحل الأولى، المريض لما بيكون في أثناء الإصابة بالمرض الكورونا نتيجة الأعراض العامة الأخرى الموجودة من حرارة وضيق نفس وإلى آخر ما هنالك، ما كتير بنتبه الأعراض اللي عنده. لكن لما تكون الإصابة تالي لإصابة كورونا بعد تواصل الشفاء أو بمرحلة تحسنه، عم بيكون في حس ثقل في منطقة الجيوب الفكية، عم بيكون في صداع، عم بيكون في نزل سائل افرازات ذات طبيعه معينه من الجيوب الفكيه. طبعا بالحاله هي اطباء الاذنيه هم الاقدر على التشخيص، بيتم اجراء طبقه محوري وفحص سريري وتشخص الحاله. طبعا شخصه بشكل باكر تكون نسبه الشفاء مثل ما قلنا عليه، لكن للاسف في حالتين راجعونا بهذا الوضع هذا واثنين شوفوا، بينما الحالتين اللي راجعونا بشكل متاخر كانت اجتنا العين سوداء اصابه بالحجاج مع أعراض عصبية، كانت حالات متأخرة. دكتور هاي النقطة جدا مهمة، فكرة أنه المصاب بالفطر الأسود ممكن أنه هو يتماثل للشفاء، شو المعايير يلي بتحدد أنه هو فعلا رح يوصل لهي المرحلة وآلية علاجه؟ مثل ما قلنا لما نبدأ العلاج بشكل باكر وتشخص حالة بشكل باكر قبل الوصول للجملة العصبية لإصابة الجملة العصبية، لأن الإصابة تكون دائما في منطقة الرأس،
مثل ما تبدا بالجيوب الفكيه بعدين تنتقل باتجاه الحجاج ومنه الى الدماغ. لما تكون الاصابه بالمرحله الاولى يتم العلاج بتنظير جراحي للانسجه المصابه، بنفس الوقت علاج وريده بخطه علاجيه معروفه. عم بيكون نسبه الشفاء عاليه، لكن لما بيجي بحاله متاخره وصلت الاصابه من الحجاج باتجاه الجلد العصبيه او غالب بتاعت الاعراض العصبيه من تغير معي الى اخره هنالك، تكون نسبه الشفاء ضئيله جدا جدا. نعم، هلا نروح شوي لموضوع العدوى دكتور. للمرض بحد ذاته هل هو معدي؟ وان كان معدي شو هي طرق العدوى؟ لا ما انا معدي، الفطر موجود بالاساس والاصابات الفطريه موجوده من قبل تاريخ الكورونا وانما كانت اقل بالمرحلة الأخيرة بعد عصر الكورونا. لوحظ وجود مثل هذه الإصابات. الإصابات ليست معدية بالحالة العادية، الفطر موجود وينمى بشكل طبيعي. طبعا الفطور أنواع كثيرة، منها هذا النوع الفطر الأسود. طبعا علاجه موجود وممكن، لكن المهم هو عدم التأخر بالتشخيص. يعني دكتور بحال عدم وجود عدوى، ففكرة يعني وجود أو استمرارية وجود الفطر الأسود ضمن المشفى أو ضمن خلينا نقول الجناح الموجودين في المرضى، في حاجة للتعقيم بعد مغادرتهم؟ شو التفاصيل الإجرائية لإلكم ضمن المشفى؟ لا تواجد الفطر بالمشفى أو ضمن كذا، الفطور متواجد بالأبواغ الفطرية، متواجد بالطبيعة بشكل روتيني. يعني ممكن يكون في أي حالة تلوث مثلا؟ تزداد الإصابة بالفطور. طبعا الجسم السليم القوي لا يصاب، الجسم السليم القوي لا يصاب بفطر مثل هذا، مناعة الجسم كافية لحتى القضاء عليه. لكن عند مضعفي المناعة أو متناولين مثبطات المناعة أو مرضى السكري المهملين، هذول هن اللي بينصابوا بهي الفطور. تزداد الإصابة كذلك عند المرضى اللي بياخذوا صادات لمرحلة لفترة طويلة، هي معروفة علميا من قبل عصر الكورونا، وبالتالي هي عوامل مؤهبة للإصابة الفطرية. أما عند الشخص اللي هو مناعته جيدة وشخص سليم معافى، لا توجد إصابة فطرية. يعني ما بيراجعنا مريض عنده إصابة الفطر الأسود ما هو مصاب بكورونا أو ما عنده نقص مناعة أو ما عنده مشكلة بالأساس أخرى. نعم. دكتور نحن بحاجة نبدد مخاوف اليوم، الناس عم تخاف من العدوى، عم تخاف من التلوث بالمشافي، يعني خلينا نقول الوهم كتير كبر بالنسبة للفطر الأسود وما في فكرة عن حقيقته. خلينا احنا هذا الخوف نستثمره بشكل إيجابي. يعني لما بيكون احنا في عنا هذا الخوف وانا بخاف من العدوى وبخاف من دخول المشافي وبخاف اني اوصل على الفطر الاسود، اذا من البديهي اني اتبع الاجراءات بغسيل اليدين، بالتعقيم، بلبس الكمامه وباخذ اللقاح. اما انه اذا انا بخاف منه لا ابادر اتباع اي خطوه احترازيه، يعني انا مثلا بخاف من الحرامي بسكر باب البيت او بترك باب البيت مفتوح، معناتها انا ما بخاف من الحرامي. فاذا نفس الشيء هون طبيا، لما انا عندي خوف من هذا المرض او من عقابيل هذا المرض، يفترض انه انا اتوقع هذا المرض، ابتعد عن التجمعات، ابتعد عن مخالطه المرضى، وتكون هذا الانعكاس هذا الخوف ايجابي علينا على مجتمعنا، يكون توعوي، مو انه والله مجرد انه حديث انه انا خايف. إيه انا خايف شو اعمل؟ دكتور اسكندر، ببدايات الحديث عن المرض وبالهند تحديدا كان في كلام عن موضوع استئصال العيون بشكل شبه حتمي للمصابين، اليوم متى نستخدم هذا الشيء في حال هو كان موجود بالاصل؟ باي مرحله؟ لما تؤدي الاصابه الى الاصابه تبدا بالجيوب، فلما تكون بالجيوب بتم تنظير للانسجه المتموته. لما توصل على الحجاج او على العين، طبعا الحجاج هو الجوف اللي موجود فيه العين، لما توصل لهالمنطقه هي وصار عندك تموت بكره العين، حتما راح تستأصل الانسجه المتموته ما فيها كره العين. اي انسجه متموته وصيبت بالفطر بدك تنظرها وبدك تكفي معالجه دوائيه معها. اليوم دكتور بالنسبة لفكرة لقاح فيروس كورونا، يعني كثير من الأشخاص لما عم ياخذوا هذا اللقاح مثلا عم تظهر عندهم بعض الأعراض أو تستمر لفترة معينة، قد ايه ممكن أنه هذا الشيء يكون هو حالة ضعف مناعة عندهم أو بالعكس هو ما له أي ارتباط بعدوى ثانية أو الفطر الأسود؟ لا، أول شيء ما في علاقة بين اللقاح والفطر الأسود. الشيء الثاني، اللقاح ورحنا كمشفى مركز معتمد اللقاح من نعطي من اول ما بلش بدايه اللقاحات، لا توجد اثار جانبيه تستحق الذكر. اكثر اثر جانبي بنلاحظه هو حراره خفيفه لمده 24 ساعه تزول بتناول حبتين ستام ولا اكثر ولا اقل. ما في كان اعراض اكثر من هيك، ما في اثار جانبيه اكثر من هيك. لا يوجد خطر من اخذ اللقاح. طبعا اللقاح يتم اعطائه من قبل كوادر مدربه وخبيره وبوجود طبيب يتابع حاله الشخص قبل وبعد اخذ اللقاح. اللقاح حسب المعلومات الاحصائيه امن وفعال.
وانا اقول لك من خلال احنا دراستنا لمرضى اللي راجعوا المشفى واللي تم قبولهم في قسم العزل، جميع المرضى ما اخذوا اللقاح. هناك مريض واحد فقط أخذ اللقاح ولكن هو بحالة عامة جيدة وغالبا ما يتخرج. طبعا إذا أخذنا كنسبة إذا ما بطلع أكثر من واحد بالألف من المرضى الذين قبلوا في أقسام العزل الذين تلقوا اللقاح. إذا اللقاح فعال، اللقاح آمن، لقاح آمن، لم تجد تحدث أي حادث تستحق الذكر جراء أعطاء اللقاح. لا يوجد أي ارتباط بين اللقاح والفطر الأسود، لا يوجد خوف من وجود من حدوث أعراض جانبية أو أعراض أخرى إطلاقاً إطلاقاً. طبعاً اللقاح دائماً يعطى في مراكز طبية ذات خبرة في إعطاء اللقاحات، ولا خوف أبداً أبداً من إعطاء، واللقاح مجاني ومتوفر للجميع. نعم، وكل اللقاحات، خلينا هيك ولو طلعنا شوي عن موضوع الفطر الأسود دكتور وفتنا بموضوع اللقاحات، اللقاحات كلها على سوية واحدة؟ الناس اليوم يعني بتحكي بأنه أنا لا بأخذ هذا اللقاح ما بأخذ هذا، وبتعرف يعني من دون ما نسميهم خلينا نقول، ففي فروقات معينة؟ هل هناك معلومات مختلفة بين اللقاحات الثانية؟ نحن كلها هي معلومات إحصائية ومعلومات بتشوفها أنت على مراكز دراسة بالأخلون، لكن أنا بقول إن طالما أن اللقاح متوفر ومجاني، طبعا الطبيب الموجود في مركز اللقاح احيانا بيرشد الشخص حسب الفئه العمريه اللي اخذ نوع معين من اللقاح. مثلا عند المتقدمين في العمر نفضل دائما الاسترازينيكا، وهو امن وفعال جدا جدا بعكس ما اشيع. عند صغار العمر ممكن البعض يفضل اللقاح الروسي سبوتنيك لايت الموجود حاليا، او كان الفي كان موجود. اللقاح الصيني يعطى في كل الاعمار بكل الاحوال. يعني طبعا نحن نترك حريه للحريه والخيار للمريض، يعني كل اللقاحات متوفره انت اختار. ما عندنا مشكله معه باللقاح اللي بنغفيه، ممكن نعطيه نصيحه في بعض الحالات، لكن اللقاح امنته الدوله رغم الظروف الصعبه والقاسيه اللي نمر بها، وامنته مجانا للجميع وبكل مراكز منتشره على امتداد الوطن. المهم ان تاخذ اللقاح سواء اخترت اي نوع من انواع اللقاح الاخرى. بيكون أنواع اللقاحات كلها متقاربة من حيث نسبة الحماية أو نسبة حتى الدراسات الاستطلاعية، وكلها تقارب 90-95%. إذا أنا أخذت هذا اللقاح واتبعت الإجراءات الاحترازية البسيطة من كمامة وغسيل وابتعاد عن التجمعات، ممكن أصل لنسبة حماية أو وقاية تقارب 100%. كل الشكر لك دكتور لكل الجهود يلي عم تبذلوها، وايضا جهود التوعيه يلي هي جدا مهمه. اليوم من خلال حديثنا معك تبين انه اغلب المعلومات يلي عم تنتشر على السوشيال ميديا وبقوه كثير هي معلومات مغلوطه. شكرا كثير دكتور لوجودك معنا لليوم، ويعطيكم كل العافيه. شكرا لكم. شكرا لكم. تحيه. أكيد بدنا نتمنى كل الحماية والسلامة لكل السوريين يلي اليوم يعني هلا عم نسمع المعلومات وعم نسمع النصائح، وعن جد نتمنى يعني التقيد بالإجراءات. اليوم عم نسمع عن مرض خطير ومضاعفات وتداعيات كتير كبيرة له. لهون بتكون خلصت حلقة اليوم من دامسكو، كانت غنية بالمعلومات والضيوف المميزين. أكيد عدي، وعلى أمل أنه يتجدد لقائنا دائما بالحلقات المقبلة. بيبقى نطلب منكم مثل دائما أنه تزودونا بأفكاركم مشاريعكم، وخلينا نقول الخطوات يلي عم تمشوها بالطريق المهني بطريق الطموح لحتى نقدر نضوي عليها وندعمها بطريقتنا. ومن هون للحلقة القادمة، تضلوا بكل الخير والصحة.